اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزواج هو نعمة من الله يمنها على المسلم ليحفظه من ارتكاب ما يغضب الله، ولكن قصتنا اليوم تختلف عن كثير من قصص الزواج وقد حدثت في المملكة العربية السعودية للأسف، عن شاب كان مجاهدا في حياته، جمع ما يكفيه لكي يتزوج بفتاة جميلة ومن أسرة محترمة وذات خلق أو دين، وقد وكل بأمر زواجه أمه وأختاه الكبيرتان اللتان كانتا تحبه وتحترمه وتعرف أنه المهم أن أخوته الفتيات الاثنتان وأمه دقوا بيوتا كثيرة من أجل أن يخطبوا لولدهم فتاة ذات حسن وجمال وذات دين ومن أسرة محترمة وعريقة، وشاءت الأقدار أن يذهبوا إلى عائلة كذا وكذا، وكانت لديهم فتاة غاية في الجمال غاية في الجمال سبحان الله، والأسرة كما يقولون محترمة جدا، والأم يبدو عليها أنها متدينة وتخاف الله وقد قدمت لهم ضيافة محترمة، والفتاة دخلت وخرجت لن نصف الفتاة في شكلها ولكن كما قلنا أنها كانت جميلة جدا. في نهاية الأمر قالت الأم لأم تلك السيدة أني أريد هذه الفتاة التي أدخلت الضيافة لنا لابني، وقالت لها عن مميزات ابنها كيف أنه لديه منزل خاص به، كيف أنه في عمله ولديه مركز مرموق، وأن ابنها والحمد لله يصلي أوقات الصلاة كلها في المسجد، والحمد لله أنه لا يدخن وليس لديه صحبة سوء، وأنه ملتزم وقد حج أكثر من مرة، وأن العمرة شيء أساسي في حياتي لا تمضي سنة سوى وقد قام بالعمرة مرة ومرتين. الأم تسمع كلام تلك السيدة عن ابنها وترى بأن ابنها كما يقولون بالعامية عريس لقطة من كل معنى الكلمة، وإن أفلتت ذلك العريس من يدها فسوف تندم كثيرا، ولكن القصة لم تكن هنا وإنما كانت في نفس تلك المرأة. وبالفعل أعزائي المستمعين والمستمعات قالت لها نتشرف بكم، احضر العريس ليرى العروس وبعد ذلك نرى فيما إذا كان الاتفاق بين العريس والعروس، وبعد ذلك نتم مراسم الزفاف. كانت عند تلك المرأة ثلاث فتيات والجميع جميلات، أما الفتاة التي طلبتها الأم فكانت شديدة الجمال أكثر من غيرها. جاء الشاب ونظر إلى الفتاة وتحدث معها وأعجب بها وبأخلاقها وقال اتكلنا على الله، وجاء الرجل إلى المنزل وقام بكتب الكتاب الرسمي، وقالت الفتاة أنها موافقة وانتهى بالأمر إلى العروسة في صالة الزفاف، وبعد ذلك العريس جلس مع عروسته وعادوا بعد ذلك إلى منزل الزوجية وأخذ عروسه وسافر مدة 7 أيام لقضاء شهر العسل، ثم بعد ذلك سيعود إلى عش الزوجية. الرجل قام بواجبه كما يقوم أي رجل وتزوج من تلك المرأة. كانت المرأة شديدة التهذيب وقامت بواجبها تماما كما يجب، ولكن العريس لاحظ شيئا على عروسه أدخل الحزن إلى نفسه. عندما عاد بعد 7 أيام من شهر العسل قال لأمه شيء غضبها كثيرا، أتعرفون ماذا قال لها؟ اسمعوا أعزائي المستمعين والمستمعات وسوف تصابون بصدمة كبيرة تماما كالتي أصابت العريس وأم العريس. قال لها يا أمي أحس بأن المرأة التي تزوجتها ودخلت معها وقضيت معها أجمل 7 أيام في عمري ليست هي تلك المرأة التي رأيتها عندما خطبتها، تبدو متغيرة علي كثيرا وكأنها ليست هي أو كأنها كانت قد وضعت شيئا على وجهها وجعلت ملامحها تتغير. فما كان من الأم إلا أن بدأت تنظر بشكل دقيق إلى العروس إلى طولها إلى عرضها، فقالت بالتأكيد ليست هي. وما كان من الأم الغاضبة إلا أن ذهبت أحضرت أم العروس وأبا العروس إلى منزل ولدها وبدأت تتجادل معهم وبدأ الخلاف الطويل، وبدأ الشاب يفهم شيء هو لم يفهم ولكن أمه فهمته. نعم أعزائي المستمعين والمستمعات لقد قاموا بتبديل العروس. الفتاة التي رآها الشاب وأمه وأعجب بها إعجابا شديدا والتي أيضا جلست معه عندما أتى ليرى العروس لم تكن سوى أخته
زوجتها الكبرى المتزوجة التي كانت أكثر واحدة جمالا بهم. أروه أختها المتزوجة، وعندما سأل الشيخ سأل أختها المتزوجة، وعندما قالوا عن اسم العروس قالوا اسم أختها التي تزوجها ذلك الشاب. فعلموا بذلك أنهم قاموا بتبديل العرائس. لماذا؟ لأن المهر الذي دفعه العريس كان خرافيا، كان مبلغا ضخما، لذلك قاموا بإغوائه بالأخت الكبرى ليتزوج الأخت التي هي أيضا جميلة، نحن لا ننكر ذلك، ولكن لم تكن هي التي كان يريدها الشاب والتي رأتها الأم. فذهب ذلك الشاب إلى المحكمة وقال للقاضي القصة كيت وكيت، فقال له طالما أن عقد الزواج كان فيه كذب وخداع، وأنك تزوجت من لم ترها، وهي أصلا في الأمر لم تكن هي التي قالت والتي أردت أن تتزوج منها إنسانة متزوجة، فعقد الزواج باطل، وعلى أهل العروس أن يعيدوا لك المهر كاملا، وأن يتكلفوا بكافة المصاريف التي دفعتها بسبب الغش والاحتيال التي قاموا بالاحتيال به عليه. بالفعل أعادوا له المال وأعادوا له المصاريف، وفضحت تلك الأسرة بين الأسر الموجودة في المنطقة، وأصبح القيل والقال قائم عليها، وحزن الشاب حزنا شديدا على نفسه وكيف أنه تعرض لموقف سيء في حياته. ربما الخسارة المادية عوضت برأيه، ولكن الخسارة النفسية لا تعوض أبدا، ولكن والحمد لله استطاع أن يتزوج فتاة أخرى وأن ينعم بالسعادة معها، وحزن كثيرا على ما حدث معه في الموقف الآخر الأول، ولكن قال عوضني الله خيرا. انتبه عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة من أن تتزوج فتاة أنت لا تريدها بسبب غش أهلها وطمعا في مالك، كن حذرا. بعض الناس يظهر لك الدين ويظهر لك التقى والورع، وفي نفسه الكثير الكثير من النفاق، لأنه ضعيف جدا أمام المادة. عندما يفكر بالمال يعمي الشيطان عينيه تماما عن الحق، وكل ما يفعله يكون باطل بباطل. أرجو من القصة أن تكون قد أعطتكم درسا وعظة وتعلمكم فيما لو حدث معكم هكذا لا سمح الله كيف تتصرفون وكيف تعيدون الحق إلى نصابه. لكم مني كل الحب والتقدير، وأرجو أن يعجبكم المقطع وأن تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوه مع أصدقائكم. معكم الدكتورة أم عمر مديرة القناة.